السلام عليكم، ذيس از يور بوي بيج رياكشن. رجعنا لكم ولاد برياكشن جديده كالعاده، ولا عويد جديد موجود وبيج رياكشن موجود. ومره هذه بموكا هبط لنا تيتر اسمه كيفي، كليب اوفيسيال، ولا تيتر عنده 6 سوايع عمل هبط. شوفوا شنو هي الفوضى مع بعضنا. عنا برشا، يعني مش برشا برشا الاولاد، اما كان الريتم اللي والفنا بيه بتاع موكا كان اللي طاح شويه بهذا بيبراش. رجع لنا موزيكا وبكليب كيفي. ليتس جو نشوف شنو هي الفوضى مع بعضنا، نفهموا العمليه، نشوفوا موكا شنو يحب يوصل لنا الاولاد. جاي باش نعملوا جو، جاي باش نتفرهدوا. يلا بينا صاحبي، يلا. من البدايه، من البدايه صاحبي. جيبلي شكون لي رابي كيفي، جيبلي شكون لي دريبي كيفي، موكا واصل كيما الويفي. يا حبو يخراو لي في كيفي، كمشة ذريت حب تبيفي، وسط قلوبهم غار السيفي. يا هاني في الدار حبي ما تبت نستنى شجيك، انا ما بعدتش انتي اللي خليتني محتار وطوت تستنيني شنجيك. حبيت نجي ما ضيعت الطريق، وحدي في الظلمة ما عشني صديق. صار ما ونكتب 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 ونعود لنتخرج الهيت وفيق بك تسمع لي جيت اسرع ونعود لنتخرج الهيت. يا برو شفت كيفاش صاحبي، شفت الاهداف متاع العبيد كيفاش ديما تبدا مسطرة حاضرة برو، هيك علاش ترقى صاحبي السيد بالرسمي قاعد يقد. سينا الولاد الكلنا نعرفوا الايجو متاع موكو موكا، لاحظناه عنا برشا الولاد، فهمتني ولا من التيتروات نتاعو ديما فما اللغه هذيك صاحبي. وديما نقولها من قبل الولاد، ليجو حاجه باهيه، اما ماذا بيك ما تخليهش يغرك، فهمت كيفاش، خاصه كي تبدا مازلت كبدايه، يعني اما كرابور كموجود في الجيم لازمك تكون هكاك حرفيا الولاد، لازمك تشوف روحك الاول تو سامبلومون. هذيك هي، هذيك هي باش تخليك ديما هارد، باش تخليك ديما تخدم. نكتب ونكتب ونكتب ونعود تخرج الهيت وفيق بك تسمع لي زيد تسرق لي في بيراني، زيد ما تحشمش تخاني كتراني، ربي وحده ما وعطاني وانا هاني وحدي نكمي في الافغاني. نعرف اش نعمل وعارف اش نعمل واكيد منوزن افعالي، بازو منوزن افعالي، ندعي العالي ما انتي حاش فغلا. تو ما وقفتش باللي مشيت وحدي في النار، تو ما وقفتش باللي مشيت وحدي في النار برو. صاحبي تسمع الولاد كيفاش، تسمع العباد كيفاش. اول حاجه الولاد شفتك البيتك الضربه بتاع البيت صاحبي. نعرفكم فيش مركزين، انا فاهم فيش مركزين، موني عارفكم عادة، انا ما شاء الله نعرفكم شنو تحبوا، اما هذا ما بيبراش. ركزوا لنا موزيكا الاولاد، موزيكا الفلو الفايب ماشي، العمليه ماشي. اسمع ما نحبش نكبر ونعمل فاميليا وصغار، حاجتي بش ما نحبش نكبر ونعمل فاميليا وصغار. في هذي اعترض برو، انا نحب صح حاجتي بشريكة ونعبي كنتو يا بس فا. حتى هذي نحب يا برو، حتى هذي معاك يا صاحبي. جيب ليش كل ربي كيفي، جيب ليش كل دريبي كيفي، موكا واصل كيما الويفي. يا حبو يخراو لي في كيفي، كمشة ذريت حب تبيفي، وسط قلوبهم غار السيفي. يا جيب ليش كل ربي كيفي، جيب ليش كل دريبي كيفي، موكا واصل كيما الويفي. تبدا عارف روحك اللي تعمل فيه، فهمتني ولا حاسس روحك قدامك كي تغزل المرايا، حاسس يا انا خير منهم الكل برو. كي تعيش بالمورتاليتي هذيك الاولاد راك ديما تقعد تراي هاردي باش تكون ديما الاول، فهمت فازا كيفاش. دونك هيك اللي نقول عليه المورتاليتي في الفازا هذيا، شنو هو الباهي الايجو ساعات كي تعرف كيفاش تستغله راه يمشي في طريق صحيح صح. حبو يخراو لي في كيفي، كمشة ذريت حب تبيفي، وسط قلوبهم غار السيفي. سلقنا الجبل والسلعه من نيبال، تونس الدبر واليوروب اللوكال، فيك الكتار حطه في الليتار، ليجند كالريال خلي في العيار، فرح الديار مسحك بكيا، مرضي والديا ونخمم كفيا، خمم كفيا، ماضي في راسي مستقبل بيديا، خمم كفيا، ماضي في راسي مستقبل بيديا برو. فاكت يا برو، فا هذيك اللي هكاك لازمك تخمم في الفازة هذه الولاد بالرسمي، خاطر الماضي باز باش يقعد في راسك، ديما باش يقعدوا لك الذكريات، ما تقعدش
واقف التالي مستقبل راه بيديك دونك اخدم اخدم على الحاضر يا برو ما تقفش هصل يا برو ديما نقولها باش نقعد ديما نقول لك فيها هصل يا برو ترى صادي واش ترى لمعادي طحنا ولا هي تمنوا لي الموت لحظه 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 يظن لي قصيت في بلاصه غلطه بالليل طف اللي دار ليجند كريا خلي في الايار الديار مسحك بكيا مرضي والديا ونخمم كفيا خمم كفيا مضي في راسي مستقبل بيديا ترى صعدي واش ترى لمعادي طحنا ولا هي تمنوا لي الموت فرح في اصحابي ونوصلهم غادي خرجهم البرم ويعيشوا في الكون لقايا عالي يغفر لي ففعلي خرجني من الظلمه ويهزني للنور لقايا العالي يغفر لي ففعلي خرجني من الظلمه ويهزني للنور هارت قلبت الفلول وليد هارت قلبت الفلول قلت لكم من قبل بكره وتكنيس برشا لو الوليد مكثرية تكنيس برشا كي تركز معاه تلقى ديما في الموسيقى نتاعو تحسو يحب يكون سبيسيال فهمت كيفاش ما يحبش يقول كيما لعبت الديس كل فاش قاعده تسمع فهمت كيفاش دونك ديما باش ينوع لك بطريقه ساعات تمشي ساعات ما تمشيش ابا برا هذه صاحبي مشيت ومشيت برشا برجوليه قلبت الفلو ياسر شبيه الاولاد فرح المعيني بتكريس لابس روليكس وكان دكوس بتش تشوف في زب بليز حابك مش تجيس حابك تلعب قروض بتمرونا ما بليف وانا عامل كيف باقي نزيد في السوق بتمرونا ما بليف وانا عامل كيف باقي نزيد في السوق جيب لي شكون يربي كيفي جيب له جيب لي شكون يدري بكيفي جيب له مكوصل كيما الويفي حبو يخرب لي في كيفي كم شذر ريت حب تبيفي وسط قلوبهم غار السيفي جيب لي شكون يربي كيفي جيب لي شكون يدري بكيفي جيبوا له الاولاد جيبوا مكوصل كيما الويفي يا حبو يخرب لي في كيفي كم شذر ريت حب تبيفي وسط قلوبهم غار السيفي هذو ما ثلاثة بارز الاخرانين بالكل هذو بلا اي واحد يكرهك فهمتني ولا سمعوا البلاصة هذي ثلاثة بارز هذو ما كاو كيفي كم شذر ريت حب تبيفي لولا وسط قلوبهم غار السيفي ثانية يا كاو يزي فيه البركة صح كقفلة باهية مشيت العملية الاولاد مشيت 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 برجولية الاولاد هكا كنو كملنا موكا كيفي تيتر عنده 6 سوايع مليها بط كليب اوفيسيال الاولاد الفايب موجود الفلو موجود وقلبة الفلو موجودة برشا تكنيكس معناها في التيتر الاولاد اللغة واضحة وبسيطة الايجو يعيط يا بابا يا امي كنا نعرفو موكا بالشكل هذاك ونتصور باش تقعد كيما نقولوا البيرسونا اللي فيه هيكي هي خاطر هذيك تنجم حرفيا تولي لك طبيعه وتولي انت هكاك وينجم يكون بالرسمي هو هكاك هذا ما يمنعش الاولاد الايجو كي تعرف كيفاش تستغله يكون في بلاصتو لازمك في اي حاجه في كاريرك فهمتني ولا المهني ولا حتى الدراسي ولا تقرا ولا كذا ديما تمن بروحك اللي انت الاول برو تو سامبلومون بيان سور تغزر لها كريل تغزر لها كحقيقه من غير ما تطلع احلامك برشا ما اقعد اغزر روحك اللي انت الاول ولازمك تكون الأول. هكاك تقعد تراي هاردي تقعد ديما تلوج على باش تكون الاول صاحبي وهذيك هي اهم حاجه هذا ما يمنعش الاولاد قلبت الفلو ياسر شباب ديزوليك قصيت لكم في بلاصه غلطه هذا ما يمنعش او كعاودناها ديجا دوب سمعتها شلقت بها صاحبي في بلاصتها برجوليه الاولاد وكلنا نعرفوا كيما قلنا وديما نقولوا لحبيب تكنيس دونك ديما باش يخرج لك حاجه مش كيما حاجه ديما باش تحسوا باش يجرب يعمل موضوع اخر فهمت كيفاش ومره هذه مشات ان شاء الله تكون عجبتكم رياكسيون ولاد ان شاء الله تكون عجبتكم خدمتنا نتقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن سيو شاركم كومنتاتكم دنيتكم اجواكم سبسكرايب تاعكم خاصه مرحبا بكم على انستغرام بيجي ماتا رياكشن 22 من سكول اول يوم في الديسكريبسيون اقرا خفيفه يبرو تلقى روحك غادي ما لافش تستنى عندكم تيك توك عندكم بقشيش كل شيء موجود وبيجي رياكشن ديما موجود 7/7 بقدرة ربي مديكم موجودين لوليد جيستك السبسكرايب ومرحبا بالناس الكل قبل ما نختبوا رياكسيون بتاعنا تحيا فلسطين دائما وابدا ما ننسيوش القضية الفلسطينية لوليد ومبرتجيو اي حاجة تحكي على فلسطين دعيو لاخواتنا في غزة بالرحمة والصبر وبقدرة ربي ان النصر قريب ان شاء الله نتقابلوا في اقرب وقت ممكن peace